أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. نهاية مأساوية صادمة ولن تصدقها. الفنان حسن دكاك وابن شقيقه فنان مشهور ومعلومات لأول مرة قد تعرفها عنه. الفنان حسن دكاك متزوج ولديه 5 أولاد، ابنان و3 بنات و14 حفيد. وحسن دكاك من مواليد عام 1956، وهو ممثل سوري من أصل فلسطيني، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية السورية، وتخرج من كلية الحقوق جامعة دمشق، وانتسب إلى نقابة الفنانين السوريين في عام 1982، ويتسم الفنان حسن دكاك بالعفوية والبساطة في أدائه، يدخل إلى قلوب المشاهدين من مختلف الأعمار، ويترك أثرا طيبا في نفوسهم وذاكرتهم. وخلال مسيرته الفنية التي قاربت 40 عاما، جسد شخصيات مختلفة بنجاح عبر الحلقات الإذاعية، وحوالي 100 عملا فجسد دور بائع الخضروات والجزار وبائع المازوت والفران وصاحب الحمام والمدرس والمدير وصاحب العقارات. وكان في كل هذه الأدوار مقنعا، لأنه باختصار عايشها كلها واستنبطها من مجتمعه، ولم يتخيلها كما يفعل الكثير من الفنانين، حيث تحس خللا ما بشخصياتهم التي يجسدونها في أعمالهم الفنية. وتوفي الفنان حسن دكاك فجر يوم الأربعاء 13 يوليو تموز عام 2011 أثر أزمة قلبية حادة ومفاجئة أصابته خلال تواجده في منزله في دمشق. وعن تفاصيل الوفاة، قال الفنان بسام ابن شقيق الفنان حسن دكاك: الوفاة تمت عندما قام المرحوم ليتوضأ لأداء فرض صلاة الفجر، فأصابته أزمة قلبية توفي على أثرها، وكانت وفاته مفاجئة جدا، لأنه لم يكن يشكو من مرض في القلب ولا من أمراض أخرى سوى مرض السكري. ومن جانبه قال ابنه الأصغر إياد دكاك: عندما أصابت الأزمة والدي نادى علي، فركضت إلى غرفته لأجده جامدا في مكانه ووجهه أزرق، فأخذناه فورا إلى الطبيب الذي جلس معه حوالي نصف ساعة، ثم خرج ليقول لنا: البقية بحياتكم. وانتشرت أخبار مفادها أن الممثل السوري حسن دكاك الذي توفي في منزله جراء سكتة قلبية لم يمت، بل قتل على أيدي رجال المخابرات السورية نظرا لدعمه للثورة ووقوفه في وجه النظام. والخبر قال إن دكاك تعرض للتعذيب والقتل، ومن ثم تم تلفيق قصة وفاته بجلطة قلبية عند الفجر. نحو 40 عاما والفنان حسن دكاك لم يغادر خشبة المسرح أو يغيب عن كاميرات التلفزيون أو استوديوهات الإذاعة.
وقد عرف عنه الالتزام بعمله وإخلاصه لمهنته، وهو ما حرص عليه حتى في الساعات الأخيرة من حياته. وكان لافتا أن تسمع من الكثيرين أحاديث عن لقائهم به في كواليس مسلسل الزعيم للأخوين الملا، وعن حديث دار معه أو تحية متبادلة عن بعد، وهو آخر عمل شارك فيه الراحل. ولعل المرة الوحيدة التي أخلف فيها الفنان حسن دكاك موعدا للتصوير هو موعده في اليوم ذاته الذي رحل فيه، فقد كان مقررا أن يتم تصوير مشهد ماستر من المسلسل. إلا أن خبر الوفاة جعل فريق العمل بكامله ينتقل إلى تشييع الفنان حسن دكاك إلى مثواه الأخير. علما بأن هذا المشهد ليس وحده الذي لم يصوره الراحل، وإنما كان لديه مشاهد أخرى في المسلسل يفترض تصويرها على مدى حوالي أسبوعين. ومسلسل الزعيم ليس المسلسل الوحيد الذي شارك فيه الراحل لموسم رمضان، بل انه سيطل ايضا عبر دبور 2 ويوميات مدير عام 2 والولادة من الخاصرة ومرايا وصايعين ضايعين. ويرحل الفنان حسن دكاك وفي ذاكرة الناس ما زالت ماثلة شخصيته الأشهر أبو بشير في مسلسل باب الحارة. وهي الشخصية تميزت بصدق أدائه لها، ولا سيما أنه ابن البيئة نفسها، وضمن البيئة نفسها قدم الرجل تنويعات لشخصيات درامية عديدة. والتقت بغالبيتها عند شهامتها وشعبيتها، إلا أن الرجل امتلك القدرة دوما على الاحتفاظ في كل مرة على حرارة أداء الشخصية كما لو أنه يقدمها للمرة الأولى. وهو ابن جيل يعيش التمثيل ولا يعمل فيه، لذلك ربما كان الأقرب إلى القلوب بأدواره الشعبية، وكان يشكل الخيار الأسهل لمخرجي الدراما السورية في مثل هذه الأدوار من دون الدعاء. وما يحسب للفنان حسن دكاك أيضا إخلاصه للعمل في المسرح طوال تجربته التلفزيونية، ورغم الجدل الذي تثيره نوعية المسرح الذي كان يقدمه ويدرج تحت اسم المسرح التجاري. وبدأ الراحل حسن دكاك مشواره الفني منذ سنوات دراسته الثانوية من خلال المسرح الشبيبي والمسرح الخاص، لينتقل بعدها إلى التلفزيون. ويقدم ما يقدر بحوالي 100 مسلسل، منها الدغري، هجرة القلوب إلى القلوب، حمام القيشاني، أبو كامل، هوى بحري، ومرايا، وإخوة التراب، وأسعد الوراق. وللراحل 5 أفلام سينمائية هي أحلام المدينة، وقائع العام المقبل، الليل، الكفرون، آه يا بحر، إضافة إلى العديد من الأعمال الإذاعية والمسرحية.